السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية. الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لعدوان إسرائيلي على ريف حلب الشمالي. البرلمان البريطاني يصوت لصالح تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي. الثالثة من بعد منتصف الليل، موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مباحثاتهما في قصر رأس التين بالأسكندرية حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدولها. وقد شهد الجانبان عقب انتهاء مباحثاتهما مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة. قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقي وليست صورية أو شكلية. أضاف أن هناك أصواتا معارضة في جلسات الحوار، مؤكدا أنه تم الاستماع لجميع الفئات ورؤساء الأحزاب ولا يزال الحوار مستمرا وقائما دون أي تضييق، مضيفا أن المجلس ليس لديه تعديلات جاهزة وإنما مقترحات حتى الآن. أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية تصدي قوات الدفاع الجوي السوري لعدوان جوي إسرائيلي استهدف ريف حلب. أضافت الوكالة أن العدوان استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية شمال شرقي حلب، مؤكدة أن الدفاع الجوي أسقط عددا من الصواريخ. صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تمديد مهلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بينما أبلغت رئيسة الوزراء تريزا مي نواب حزبها استعدادها للاستقالة من منصبها قبل بدء المرحلة التالية من مفاوضات الخروج. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا بسحب قواتها من فنزويلا، وشدد ترامب على أن جميع الخيارات متاحة لمغادرة الجنود الروس من كاراكاس. تصريح ترامب جاء بعد أيام من وصول كتيبة عسكرية روسية إلى فنزويلا حيث تمركزت خارج العاصمة كاراكاس مباشرة. بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى الملتقى.